السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم. اليوم رجعنا لكم بلعبة فيجن ذا لونجست نايت. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نموت. اوكي يا جماعة، خلونا نضغط لود جيم ونبدأ نلعب فيجن ذا لونجست نايت. اللي ما شاف فيديو السابق يروح يشوف الفيديو على اساس يفهم ايش هذه اللعبة، ايش قصتها وكيف تلعبها. روح يشوف الفيديو عشان تستفيد يا وليدي. انزين، شوف هذا البنت، شوف هذا البنية، هذه البنية يا اخوان هي اللي تحط لك الستورج مالك. مثلا شوف، تروح انفنتوري، شوف هذا اغراضك. لو انترس المكان وصار يعني ما عندك سبيس، ما عندك مساحة حل أغراض حل آيتمز، تروح عند هذه البنية هي اللي تحط لك الأغراض، فهي اللي تسيف لك الأغراض وتحطها هناك في جيبها. لا ما في جيبها، تحطها هناك. شو تحط في هذا المندوز، عندها مندوز فهناك. شوف تروح شوف الستورج اللي مكتوب ستورج، فأنت الأغراضك اللي يعني اللي ما تحتاج الحين تحطها هناك في ستورج. أوكي، فتحطها في ستورج وبعدها تكمل، يعني يكون عندك سبيس. So that's it man. فهذه فائدة هذه البنت. اوكي، وهنا البومة، هذا البومة كما قلت لكم في الفيديو السابق انه هنا مكتوب سيف، فهنا تسيف اللعبة لما توصل مكان مثل مكان بعيد، تسيف عند هذه البومة. حلو، وتاخذ تتنقل يعني من مكان الى اخر من عند هذه البومة. ايوه هذه البومة. انزين، وهذا الشيب يا اخوان هو اللي يضبط لك الاسلحة، يعني يطور من السلاح، يقوي السلاح يا اخوان عند هذا الشيبة، هو اللي قاسي دقدقه. انزين، وهنا اذا بغيت يعني تتدرب، اذا بغيت تتدرب وتشوف كيف قوة السلاح الحين. مثلا شوف الحين لما اضرب يطلع لك كم، 37 الى كم، 74. انزين، فكذاك يعني انت تشوف كيف يعني سلاحك صار، هل صار اقوى ولا صار ما ينفع البر. وكذاك اذا عندي سلاحين الحين، عندي ذا الفأس، عندي ذا الفأس. الفأس فايدتكم حل ضربات الثقيلة يا اخوان، حل ضربات الثقيلة. اما السيف حل ضربات الخفيفة وكذاك يعني. فانت تحاول توازن، فانت لازم تحاول توازن يعني. فانا الحين ما اعرف وين اروح بالضبط صراحة، انا شوية ضعت، فمفروض ان اطلع من هذا المكان على اساس نكمل مشوارنا الى القرية. طيب يا جماعة، وصلنا هنا في هذه المنطقة الجديدة، فاليوم بنكمل هذه المنطقة ونشوف ايش بيصير لنا. هذه ما لها تتنافضة، ايش فيش حبه، ليش تتنافضي؟ my head hurts so much. انزين، اوكي بجيب لك بانادول، باي الازرق وباي الاحمر. انا رايح دكان زيني، بجيب لك البانادول. انتظري شوية، تقول ان هي مصدعة، فيها صداع. اوكي زين زين، خلينا نسيف المكان على اساس ما نعيد، لان هذا العاب كما قلت لك انا العاب السول ستار، اذا ما سيفت صار تعيد من اول. فانا وهذا المكان يعني مكان غير مبشر يا اخوان. هلا والله، ايش باغي؟ برونا ديس برنس هاز ميد ايفريثينج نيرفس اند ناو جرام بين ميسينج فور فيو دايز، اي هاف تو هوب The young couple just wanted to elope. They've been close friends since childhood. Okay, أنا عارف إنه ضاع. إنزين، إذا حصلتم إن شاء الله بكلمك. إنزين، أنا الحين مشغول يعني، بروح عندي شغل. وأنت إيش باغي بعد؟ فالمونت. I thought that Bruno only had goddess in the hand just like her mother. I didn't think she interested in... يا حبيبي. But then I saw Bruno talking. Okay, أنا بخلك شيء، أنا بخلك شيء يا أخوي، أنا بمشي. زين، أنا بمشي بعدين إذا حسيت نفسي فاضي بجي أكلمك، أما الحين أنا ما فاضي فخليني أكمل طريقي، لأنه هذه اللعبة أنا معني ما واصل مكان. هذا ويش؟ فالي. أوكي، يقول لك إن هنا الفالي. يلا خلا فوق، هيا بنا. Let's go upstairs. We need to go to the upstairs.
يا ساتر الله على القمر. شوفوا القمر يا أخوان، شوفوا على القمر، إنه جميل جدا، إنه الفول مون يا أخوان. هذا ويش؟ ما هذا يا هذا؟ لحظة 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 شوية يا زبالة. أنا قاس أقولك لحظة، لما أقولك لحظة اسمعني لحظة، كذا تموت يا حبيبي، كذا تموت. أيوة قبل خلونا نروح فوق نشوف إذا في شيء فوق. أوه في سيفينج. والله هذا اللعبة صراحة ما بخيلين في السيف، كل مكان شيء سيف، فذا شيء ممتاز. في شيء هنا؟ ماكو حاجة؟ كنا نشوف شيء ضيء، شيء ضوء هناك، في شيء ضيء يا إخوان، ما في شيء؟ قصوا علي. فأنا بكمل إيه، بروح سيدة هذا المكان، بروح بروح هنا وبشوف إذا في شيء. هنا شيء خفاش يا خفاش، صار أنت ما باتمان، أقول لك خذ منه، خذ خذ يا زبالة. أيوة خذ هذا. رجعت انت لا 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 يا حبيبي، لا يا حبيبي، انا صديت يا اخوان، صديت قسم بالله. اقف هذا اللعب يقول لك الصد ما يمشي معاه. انزل ليفل اب حبيبي، ليفل اب يا زباله، انت ميت حبيبي. انا ضبطت السلاح، ترى قويت السلاح يا اخوان، فاذيله صار ماشي منهم، ترى ماشي فايده منهم، بس كذاك مسخره كذاك، بس مخلينهم ديكور. لحظة لحظة يا حبيبي، أيوة لحظة لحظة، وأنت موت حبيبي، ما في شيء اسمه لحظة. يا خفاش يا خفاش، قلت لك أنت ما خفاش، كيف أنت ما خفاش بعد؟ إنزين أنا بروح هنا، لا لو رحت هناك أو شيء، لو رحت فوق أحسن. سيكريت مكان سري هنا يقولوا. ذيلا زومبي ولا ايش؟ اقول لك انت مكان غلط ترى، هذا ما زومبي اللي لعبوا ابوي. ايه ماشي ماشي لياقة. لحظة لحظة. ايه بموت. انا بموت. يا اخوان بموت. يا زبالة قصوا علي ذيلا الحمير. طلع شيء حفرة وطحت في الحفرة وهناك كان منبع من الفيران يا اخوان. انا وين رايح؟ كان منبع من الفيران. وامك. طحت مكان غلط صح، ولكن ما مشكلة يا خفاش، كلنا منك انت، انت واخوك هذا الصغير. موت صغير. ايوه غيب. انا اخي والله ما فضلك. اضرب اضرب اضرب. انت تعرف ايش يبالك؟ يبالك بس سلاح، يبالك الفأس، يبالك الفأس يا حمار. ايوه صورخي صورخي الحين ما يفيد ايش عاد. اقول لك ابلع ابلع. يضرب مرة ثانية؟ لا 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 يا حمار، ما قصدي تضرب بالقوة يعني. ايه هذه اللعبة يا اخوان، انتو ما تحسوا ان اللعبة شبيهة شوي ما واجد، شوية بس شوية شبيهة لعبة بلاربون، يعني البيئة، بيئة اللعبة شبيهة جدا للعبة بلاربون، في شبه بسيط ما واجد يعني، ما نفس البلاربون اكيد، ما نفس البلاربون ولكن في شبه بسيط. احس لما تلعب كذا كان يعطيك ذاك الفايب، فايب مال حق البلاربون. لا لا خلينا نروح هناك، خلينا نروح مكان سري، بحاول اخلص ذاك المكان اذا قدرت. حلو فبحاول اخلصه، لكن يا حمار يا زباله العظه والله اشرد، كنت بموت. كنت بموت وشرد. خلينا ناخذ الهيلث وجانكم برجعته. انزين وينكم؟ نزلوا؟ وين اخوك الثاني؟ لا اللي نزلوا بعد بسلام دانك، معطاك كرت سله هذا. يا زباله اللي ضرب يووو يا خذيله، واجد اقوى يا خذيله، ما امساح يا اخي. انا بعدني احتاج لي احتاج لي الكثير من التطوير يا اخوان، الكثير من التطوير. انا احس نفسي ضعيف في هذه اللعبه، فهذا اللعبة في لعبة اسمه مورتشل، مورتشل يعني شقنا شق آخر مرة، عارف كيف يدبنا ذاك الرئيس، الرئيس الزعيم قصدي، ولكن ذاك الزعيم في المورتشل أنا ما بخليه ترى، والله ما بخليه، لكن مرة لما لعبت وقتلني آخر في آخر لحظة، أنا خلاص على بالي قاتلنا ذاك الزعيم اللي اسمه مورتشل، لكن فاجأني الكلب. اشوفه يقوم اخوي والغم هلف ماله فل، انا ما عندي هلف.
فانا يعني ما كنت حاط اسمه الاحتياطات الواجبه انه بيقوم الاخ، لان كان ما عندي ابدا الفطر اللي في المورشل اللي يعطيك الهيلث. ولكن ما مشكله، انا يوم الاحد راح العب اللعبه وراح تشوف يا زباله. ما بخلي هذاك زعيم، ما بخلي نفس هذا الخفوش. اوكي كيف نروح هناك ونحاول ولا طاف سالفتهم؟ تبقي هذا تبقي، يعني معناته اني ما بقي، يعني قلبوها يا اخوان قلبوها. اوه لحظه، المكان صراحه شيء شلالاتنا. شفتها كيف متعلق ذاك هناك؟ متعلق الاخ. ايه على بالك ملابس انت، انزل تحت. على بالك ملابس، ها على بالك ملابس مغسول. هذا الاسم الضفدع هذا مالك يا اخوي، ايش فيك؟ كنا نهوى نظارة، مالك تتسمك؟ مال هذي مالها؟ خلينا نروح فوق. Let's go up. مالك اخوي، ليش طيحي يا بنت؟ ليش طيحي؟ روحي فوق. كيف نروح هنا اول شيء ولا اصلا ماشي مكان هناك؟ هناك بس كذاك، نخلينا زينة. حصلنا شيء يا اخوان. تروي النايف، اعطوني سلاح، اعطوني شيء كذا، شيء غاوي، شيء قوي. ايوه بروفيسور، so beautiful. Is this the tree that's kissed by the gentle sunshine؟ لا قصة تغزل اخوي، انا محجوزه. ايوه do you still remember the plingering of Helios؟ I'm sorry you wouldn't remember, you were too young at the time. انا شوف، انا صح ان انا بعدني بنيه تو بس بالغه، ولكن يعني فاهم، ترى فاهم. زين يا حبيبي، شوف شيء اذا في شيء يفيدك اعطني الزبده، لاني انا مشغول. ايوه you look speechless, my desire for knowledge is no different than your desire for strength. اوكي اعطوني wooden hanging shop. وش حصلنا شيء يا اخوان؟ حصلنا بلاد سول. فخلونا ننزل تحت، لان فوق اتوقع ما في شيء. فاتوقع اوبي وامك، انا بغام نزلت كذا على بالي مسمى في شيء هنا. حصل شيء، ولكن وين نروح الحين؟ اوكي حصلنا شيء، اتوقع نرجع ورا، نرجع هنا نرجع اخوان مكان السكرت خلفان. ايوه مكان هذا المكان شكله يا زباله. واحد واحد. لا 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 اخوك يا الله طحت، انا ميت. هذا الفيران امورهم طيبه، ولكن هذا الحمار، هذا ابو اسمه، هذا الملابس المقصور. تعال 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 اقول تعال اقول لك تعال فوق. هذا ما يفهم، هذا غبي يا فار. ايوه كذا اريدك كذا تلفلني. باي باي، تعال انت. والله المساكين هذيلا، هذا الفيران مساكين ما معطينهم شيء، بس كذا. شو كيف العيون، معطينهم العيون ذا، يقول لك انا اشوف 4D 4K كل شيء، انا يعني ملتي عيون. انزين بنروح فوق هنا. اوكي وبعدين نكسر هاي اللي اسمه حجر. هلا والله هلا. Do you hear the great deity howls and waits to rip the rise from the flesh and blood. حبايبي Do you hear the great... اوكي خلاص فهمت، انا فهمت، انا باغي اروح فوق. يا زبال انت لا تطلع لي كذا. لحظة يا حمار. هذا ويش حرز اللي فوق هناك؟ شكله ذا حرز في حد تحت وعنده قرون. يا ابو قرون
انا بنزل فانت خليك نفسك ما شافني زينه. ما بقرون ذاك الحصل ذاك اللي عنده وهو ذا واقف عند الباب. لا 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 لحظات يا خلينا اسوي هيلث. اقول لك يا حبيبي انت ما قصت تضرب كذاك يا اخي ما زين. اوكي شكله هذا مكان منطقه جديده يا اخوان. اوي وش هذاك؟ هذا عنده شواك، هذا قنفذ متحول صاير بوكيمون، فانا لازم اسوي. هذا كلب اخوي، كلب فيه اشواك، كلب مسماري. والله انا على بال بيطلع قوي طلع زباله. Step into the elevator to activate the elevator will be moving immediately. Okay. يقول لك وقف عند هذا اللفت وحده بينزل وين. اوكي. اوكي يحتاج لنا ذاك اللي اسمه المقبض. مقبض حق اللي اسمه حق ال هذا فهقاني هذا وش قاسي يعق؟ يعق الدمانة ذا قاسي يعق الدمانة اخوي. الزبالة يحتاجني يا اخوان مقبض ال مقبض اللفتة من دونه ما نقدر ننزل. اتوقع هو ذا. لا لا هذا هيلينج بوشن، هذا الهيلث يا اخوان. كسر الباب انت كل مكان موجود. لا 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 لا, لا يا حمار انا ميت. اوف شرخني بواحد ليه ما دارت علي الدمية وابش يا كلب. هذا ياخذ الكلب ما تفهم كيف تحركاته، تحس يريد يضربك وبعدين يغير رايه. فانا بشل هذا اللي اعطاني. حصلناه يا اخوان. وي جوت ات. خلا فوق خلينا نروح الى اللفت ونزل اللفت وننزل. هذا ويش في شيء هنا؟ بيل ريد، هذا بيل ما ادري ويش، هذا شكله بنادول يعني بنادول. البنادول ما يسموه زين. نودلها هذيك اللي اسمه الحبه كان فيها صداع، فزين نعطيها البنادول يمكن بيفيدها. يلا هيا بنا. شوي 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 يا اخوي ليش تنزكك بسرعه؟ لحظه وين بقى توديني؟ وين نروح؟ نروح هنا ولا هناك ولا تحت؟ اوكي خلينا نسيب هذا المكان، خلينا نسيب هنا. واقولكم اضغطوا لايك وشير والاشتراك يا اخوان. كان معكم عادل من قناتين فين جيمنج، ومنتقانا في فيديو القادم.